نذهب إلى وليد الأصبحي من دبل فجيرة. ماذا لديك وليد، وكيف تجري عملية الانتخاب هناك؟ مساء الخير زميل محمد، مساء الخير لضيوفك الكرام في الاستوديو. صراحة هنا في مراكز الاقتراع حركة نشطة منذ الصباح الباكر، منذ قدومنا في 7:30 إلى المركز الانتخابي هنا في مركز دبل فجيرة للمعارض، رأينا إقبالا كبيرا يلفت النظر من كبار السن، من النساء، من الرجال، قبل نصف ساعة من فتح المركز الانتخابي. هذا الإقبال يؤكد حرص هؤلاء المواطنون على الإدلاء بصوتهم وإعطائه لمن يستحق في هذه الانتخابات. وللمزيد حول تفاصيل هذا التصويت ينضم معي الآن الأستاذ فيصل عبد الله الشحي، مدير المركز الانتخابي في مركز دبا الفجيرة للمعارض. بداية سعادتك، اليوم منذ الصباح الباكر رأينا إقبالا كبيرا ولا نزال نرى هذا الإقبال. أول شيء نبارك للإمارات شعبا وحكومة على العرس الوطني هذا، وصراحة نحن سعيدين بالإقبال اللي جانا على هذا المركز ومشاركتهم في الدعم في السياسة، سياسة الدولة. صراحة المشاركين كانوا من كل الفئات، كبار السن، نساء، رجال، أصحاب الهمم. الحمد لله رب العالمين، الاستعدادات كانت جيدة. اللجنة الوطنية للانتخابات ما قصرت بالتنظيمات واللجان كلها. جميل. سعادتك، اليوم رأينا يعني من خلال حتى التنظيم والدخول عدد من اللجان التي تعمل على قدم وساق خلال هذا اليوم، يعني خصوصا أن هذا اليوم هو يوم التصويت الرئيس للانتخابات. كيف استعديتم لهذا وما هي الخدمات التي قدمتموها؟ أول شيء نحن طبعا في اليوم الأخير للانتخابات، اليوم الرئيسي، استعداداتنا كانت صراحة اللجنة ما قصرت، سوت نوع من التنافسية بين اللجان الموجودة في كل إمارة. عن مركز دبا نحن استعدينا من خلال توفير المواقف كانت موفرة لكل الناخبين، وفرنا سيارة جولف من وإلى المركز، من غير عندنا صالة استراحة قبل دخول المركز، وتوزيع الهدايا والمبادرات الثانية إن شاء الله. أستاذ فيصل، اليوم يعني صراحة منذ بداية الصباح ونرى منافسة بين الرجال والنساء في القدوم إلى المركز للتصويت، حدثنا عن فئة كبار السن وإقبالها الكبير خصوصا منذ الصباح الباكر. بصراحة معظم اللي كانوا موجودين أول الصبح كانوا كلهم من كبار السن، من الساعة 7 وهم موجودين في المواقف، فاستقبلناهم وجلسناهم في الصالة الخاصة للانتظار وتفاعلوا ويا هذا وصوتوا. الأستاذ فيصل البلوشي الشحي، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة، وبإذن الله نتواصل معكم مجددا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا، كانت هذه جزء من التغطية هنا، فلا يزال التصويت مستمر حتى 8 مساء من مساء هذا اليوم، فما بين مرشح ومرشحة تنتظر عددا من الأصوات التي توصلها إلى قبة البرلمان، وناخب يحتار ما بين ذاك وذاك ليوصل صوته ليوصله لمرشح يمثله تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي. هذا كان جزء من التغطية هنا، سنكون معكم في الساعات القادمة زملائي في الاستوديو. نعم.